مولا اسماعيل كلشي مزيان واخيرا رجعتي تلعب مع مراكش، شحال هذه باش ما باقيش تدرب؟ واش 20 سنه هذه تقريبا. وانت من الطبقه ديال البهجه وما زوارها باقي تفكر شويه الكوكب ديك اليامات؟ ايوا الكوكب في الدم، كوكب راه الفريق الام والفريق اللي عطاني بزاف، واخا حنا ما عندناش يمكن ما عندناش الحظ في الكره معاهم، ولكن فريق اللي تنكنوا ليه كل الاحترام. الطاقم التقني ديالو اللي هو السي دميعي اللي اخ ديالنا وصديق ديالنا، وتنتمنوا ليه التوفيق والمزيد من التالق، والاخوان مجموعين، وتنتمنوا واحد الالتفات للدراجه ولا سبوار ديال مراكش، لانه تلاحظوا في هذه السنين الاخيره بان الفريق تقريبا مني اعتصوا فيها البهجه ما بقيت تلاحظوا حتى لاعب، ويمكن نعطى هذا الحارس هذا المحمدي وهذا الاخ هذا وهذا الاخ المحمدي يمكن يكون حافز لهذ الدراري ديال مراكش، هذ لي جون اللي عطاو باقي تيعطيو، ولكن تيبقاو ديما نفضلوا في الخفاء. ما عرفناش واش من الاداره التقنيه ولا من التسيير، ولكن كوميم تيبقى المحمدي وتيبقى البهجه من الوجوه اللي عطاو، والدليل هو انهم دابا في النخبه، وتنتمناو للدراري ديال مراكش يضربوا من النفس على هذا الشيء. مولاي اسماعيل انت معروف عن الكره والنشاط وكل شيء، وباقي حتى اليوم شفناك تبارك الله باقي الكره والنشاط، شكون هما الدراري اللي باقي عندك علاقه بهم، الدراري الجينيراسيون ديالك اللي لعبتي معاهم، شكون باقي تشوف؟ ايوا بحكم حنا غبرنا شي 20 سنه حنا برا على مراكش، كاينين لنا شي اخوان اللي ما تنساوهمش بعدا، بحال السي محمد الحمام وبحال عمر الكوشي اللي تيجيو تيديروا واحد السنه بعدا كل صيف تلتقيو هنا في هذا الكومبينغ ديال اكادير، ومن خلالهم تنشوفوا بزاف ديال الاخوان بحال الشكل ديال بو احمد، بحال الشكل ديال احمد البهجه، بحال بعض المرات تيجي كمال الصالحي، بعض المرات نقيدي، هادو الاخوان اللي دوزنا معاهم. ميم كان جا هنا وسميتو الاخ سميتو ديال بوغرغور عزيز بوغرغور، وحنا في مراكش واخا تنجيو شويه الساحه الرياضيه بعدنا عليها شويه بحكم العمل ديالنا وبحكم بزاف ديال الحوايج، وحتى الظروف العائليه حتى العائله تقريبا تما قللت شويه داكشي باش بقينا بعاد شويه على مراكش. ولكن باقي متبع الفريق؟ ايوا الفريق راه كي قلت لك في الدم، حنا ديما كوكاب، والله يكمل بخير على خويا هشام من هذا المنبر تنبلغوا ليه التحيه، والاخ الزبدي والاخ فوناك حتى هما، وتنتمناو لكوكب مراكش واحد المسيره موفقه وما ينساوش لي جون ديالنا.